السلام عليكم. نصل الحديث بالحديث ونتكلم عن الدواء وازاي ننزل الدواء للكتاكيت بتاعتنا. كنا اتكلمنا اخر مرة عن ان احنا في نهاية اليوم الاول بنبدأ ننزل مضادين حيويين، حاجة معوي وحاجة تنفسي، وقلنا بننزل كوليستين مع دوكسي، في بعض الناس بتنزل سيبرو مع كوليستين، وبعض الناس بتنزل انرو مع كوليستين. الانرو او السيبرو او الدوكسي ده تنفسي والكوليستين معوي، وبننزل بمعدل من نص جرام لربع جرام على حسب وضع الكتكوت والحالة بتاعة الكتكوت اللي احنا شايفينها. بعد ما خلاص نزلنا وليكن الدوكسي مع الكوليستين في نهاية اليوم الأول، خدنا نهاية اليوم الأول والتاني والتالت، بنبدأ ننزل فيتامين ألف دال تلاتة هي وكالسيوم وأملاح معدنية، بننزلهم مع بعض ابتداء من اليوم الرابع والخامس والسادس، علشان خلاص الكتكوت محتاج الفيتامينات دهيت عشان عظمه وعلشان ننشط الجهاز المناعي بتاعه. بننزل الفيتامين ده هو 1 سنتي على لتر مع الكالسيوم والاملاح المعدنية 3 سنتي على لتر مع بعض في المية، علشان مجموعة الفيتامينات دهيت بتسهل عملية امتصاص الكالسيوم، او وجودهم متحدين مع بعض بيسهلوا عملية امتصاص الكالسيوم في جسم الطائر. وكمان مجموعة الفيتامينات ده هي مهمة جدا زي ما قلنا لحضراتكم لتقويه الجهاز المناعي، وفيتامين ألف من الفيتامينات المحفزة للنمو والمهمة جدا جدا علشان الطائر يستمر في النمو. وإن شاء الله نواصل الحديث عن بقية الدورة وإزاي الدورة إن شاء الله تكون ناجحة معانا. نرجو المشاركة، ولو في عند حضراتكم أي استفسار نرجو إن شاء الله التواصل مع بعض.